بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، ذكرنا أمور لا بد أن تعرف قبل الدراسة، أي لهذا المتن، أي متن الواسطية. منها لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لأنه سبب دخول الجنة. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: دخول الجنة من أحصاها، دخول الجنة حياة القلوب، أشرف العلوم دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة وغير هذا. لماذا فتح مالي؟ لماذا ندرس هذا المتن، أي متن العقيدة الواسطية؟ نعم، نوحد العلماء، ارفع صوتك. وهو أيضا أحسن، وأحسن ما ألف في أبواب كثيرة. لأننا طلاب، والطالب لابد أن يرجع إلى العلماء الرباني، وهذا من أحسن ما ألف في هذا الباب، وعناية العلماء وكثرة الشروحات عليه. وضع الله سبحانه وتعالى هذا المتن القبول في الأرض، وأنه مؤلف وإمام معروف، وحسن التبويب والترتيب والجمع بين الأدلة. وفي هذا المتن أحسن أو من أحسن ما قيل فيه معتقد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة، وغير هذا على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فتح الله عليه. غيره؟ نعم، ذكرنا طريقة السلف في دراسة هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. قلنا الأول ألا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بالله. ثم الغرض لا بد أن يكون من هذه الدراسة وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأننا نرجع إلى قواعد ثلاثة: القاعدة الأولى إثبات، والقاعدة الثانية تنزيه، والقاعدة الثالثة أن المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. غير هذا؟ نعم نعم، فهرسنا المتن، قلنا أن المتن هذا يحتوي على أمور، منها المقدمة، وهذا هو درس الآن إن شاء الله تعالى. ثم الأدلة من الكتاب، وقدم الأدلة من الكتاب، ثم بين منزلة السنة وذكر أدلة السنة، ونوع في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وكرر بعض الأدلة من السنة عمدا في المسائل التي وقع فيها خلاف في زمنه، وجاء ببعض الأدلة التي أثبتت بعض الأسماء والصفات مما لم يرد في القرآن، حتى أن يبين لك أن ما ثبت بالكتاب كذلك لابد أن يثبت بالسنة. ثم بعد هذا ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة، ثم بعد هذا طرق ذكر طريقة أهل السنة العملية، وهذا من أحسن ما يكون، ثم ختم بخاتم وتبرر من حولي ومن قوتي، ودعا الله سبحانه وتعالى بقوله: نسأل الله أن يجعلنا منه. فتح الله عليه. غيره؟ نعم، رأينا سبب تسمية سبب التسمية. قلنا أحد قضاة واصل طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة بالأسماء والصفات، فأجاب رحمه الله، وأن ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة، كتب بعد الصلاة الوسطى في وسط عمره، أن توسط فيها، وأن من الكتب السهلة لشيخ الإسلام، أو توسط وحمى ثم بعد هذا
دمر بالتدمير على قول. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة الاستجلال ثم الاعتقاد. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بإرادة الأدلة من القرآن والسنة أولا قبل ذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة ليبين أن طريقة أهل السنة والجماعة أولا الاستدلال ثم بعد هذا الاعتقاد خلافا لأهل الباطل. فتح الله عليك. نعم. أخذنا شيء من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك طريقة شيخ الإسلام في التأليف أنه في كل مؤلفاته هو فيها قائل لا ناقل وكذلك وضع الله له القبول في الأرض وأنه دائما يرد ولا أحد يرد على مؤلفاته وغير هذا من الأمور التي ذكرناها عنه. قلنا طريقة السنة والجماعة في ذكر تراجم العلماء أنهم يزنون بميزان الشريعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يقرأ لي المقدمة من حفظي؟ بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام نعم أبو العباس بن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اقتداء بعلماء السلف وتيمنا وتبرك البداء بسم الله لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. ورشيد لو تخفض هذا قليل اقتداء بعلماء السلف وتيمنا وتبرك البداء بسم الله واستئناسا بحديث وإن كان ناسح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم فيها من أسماء الله الله. الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن العبادة تعرف باعتبارين باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل كما عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. أما باعتبار العامل هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. ولا بد أن يجمع السائر في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء واجعلهما كجناحي الطائر لا يغلب جانب على جانب فيهلك. الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. قيل أن الله أنه اسم الله الأعظم الله لم يسمى أحد بهذا الاسم مرجع لكل الأسماء إلا في النادر. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك في النداء لا تحذف الألف واللام في الله لكن تحذف مثلا في الحي والقيوم تقول يا حي يا قيوم. أما في الله قيل أن الألف واللام لا تحذف عند النداء. إذن أمور خمسة: الله مشتق، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها مشتقة يعني لابد أن يتضمن كل اسم صفة وليست جامدة. الإله الله مشتق من الإله أي المألوه أي المعبود محبة
وتعظيمه. اسم الله الأعظم مرجع لكل الأسماء، لا تحذف الألف واللام عند النداء، ومرجع لكل الأسماء. طيب، الرحمن والرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة، أي بالمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم كذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحمد. يبدأ علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى المؤلفات بالحمد، بعد بالحمد لا بعد البسملة. لماذا يبدأ العلماء بالحمد؟ اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمد ونستعين. وحمد الله موجب لبقاء النعمة، فيحمد العلماء في مؤلفاتهم، يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب وكذلك في آخر الكتاب. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. طيب، الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، ولا يصح أن نعرف الحمد بالثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ما الدليل على أن الحمد ليس هو الثناء؟ الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. هذا فيه أن الحمد غير الثناء. ذكرنا فيما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يتحرى ألفاظ الكتاب والسنة ويأتي بها. نعم، وهذا مما جعل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي أن الله وضع لها القبول في الأرض. الحمد لله الذي أرسل رسوله. أي رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسله الله بالهدى ودين الحق؟ كل الأنبياء والرسل، نعم. إذن هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي أرسل، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالهدى. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الهدى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الله؟ الصحيح الجمع بينهم. جاء ومعه الهدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الهداية الثانية هداية التوفيق، هذا لا يملك أحد إلا الله. بالهدى هداية دلالة وإرشاد، وهداية أنه جاء ومعه الهدى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام، أي العمل. الحق ضد الحق الباطل. فكل ما جاء عن الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام فهو حق. لكن مر معنا أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة كانت قبل. فشريعة موسى عليه الصلاة والسلام في زمنه حق، لكن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر، كائنا من كان، يهودي أو نصراني أو غير هذا. ودين الحق لماذا؟ قال: ليظهره. اللام هنا للتعليل، والظهور العلو، ومنه ظهر الدابة. هل الها هنا تعود على الدين أو على الرسول؟ تعود على الدين وعلى الرسول.
ليظهر الدين ويظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. شهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام شهادة قولية بإنزال القرآن عليه، وشهادة تقريرية بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل أقوام وينصر الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. وهذا تقدم معنا أن تحقيق التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ولا بد في لا إله إلا الله من شروط ثمانية تقدمت معنا، ولا بد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر وإيمان، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وتقدم معنا أن كل ما يعبد من دون الله عبادة باطلة. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق. نعم. وكذلك كما شهد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والمنفرد بأنواع التوحيد الثلاثة، شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده، عبده أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على المبتدع. كذلك عبد لها معنى ثاني ولا بد الجمع بينهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد أي ليس له شيء من خصائص الربوبية. ففي قول عبد هنا في الشهادة رد على طائفتين، الطائفة الأولى أهل البدع، والطائفة الثانية الذين يصرفون للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من الربوبية. ولا بد أن تجمع في الإقرار بالنبي عليه الصلاة والسلام تجمع له بين العبودية والرسالة، ولا يصح أن تقف على واحدة دون الأخرى. عبده ورسوله صلى الله عليه، الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها، من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية رحمه الله كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره، أنها على ما قال أبي العالية رحمه الله أنه ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة بها جلب الخيرات، والسلام دفع الآفات. وبهذا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد لا يقال السلام على الله، لأنه لا يدعى لشيء بالسلامة إلا وهو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ، وعلى آله، آل النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، هذا إذا ذكرنا الآل وأطلقنا. وإذا قال الآل والأصحاب والأتباع كان الآل هنا هم
قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم ومواليهم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله، أي أتباع النبي وصحبه. الصحب جمع صحابي. من هو الصحابي؟ قال هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت رد على أصح الأقوال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي دفعا للآفات. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يلحق ما يلحق البشر. نعم، تخلية وتحلية، التخلية وسلم، التحلية وصلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أي زائدا. ثم قال أما بعد، يعني مهما يكون من شيء بعد فأقول. طيب نراجع هنا هذا الأمر الذي أخذناه، ثم بعد هذا نبدأ بالقسم الثاني هنا في المقدمة. فتح الله عليك. البسملة، لماذا يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة؟ نعم، اقتداء بالكتاب العزيز وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبالسلف، وتيمم وتبرك وبدأ بسم الله واستئناسا بحديث. فتح الله عليك. الله. نعم، أسماء الله مشتقة لا جامدة، ولذلك الدهر ليس من أسماء الله، من اسم جامد، وأسماء الله مشتقة. فالله هو مشتق من الإله، أي المألوه، أي المعبود محبة وتعظيما. وقيل اسم الله الأعظم لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، لا تحذف الألف واللام عند النداء. فتح الله عليه. الرحمن الرحيم. نعم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة. الحمد، لماذا يبدأ العلماء بالحمدلة بعد البسملة؟ نعم، الأول اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن الحمد لله نحمده ونستعين. نعم، يحمد العلماء رحمهم الله تعالى، يحمدون الله في أول المؤلفات على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أنزلهم في هذه المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء. ويحمدون في آخر الكتب على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعمة بإتمام الكتاب. طيب، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. من يعرف لي الحمد؟ نعم، الحمد وصف أو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. محبة وتعظيم، مألوه معبود محبة وتعظيما، تذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. لأن السائر إلى الله لابد أن يجمع في السير إلى الله بين الخوف والرجاء. هل يصح أن نعرف الحمد بالثناء؟ قلنا لا، إلا أن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. والدليل حمدني عبدي، ثم قال سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. الحمد لله، اللام لله هنا للاستحقاق وللاختصاص، لله لا لغيره. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي رسول. نعم، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله بالهدى ودين الحق.
لكن تقدم معنا في كتاب التوحيد أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فتح الله عليه الذي أرسل رسوله بالهدى، نعم بالهدى، هنا هل الهداية إما هداية الدلالة والشهادة أو هداية التوفيق؟ فتح الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله سبحانه وتعالى له الهداية في آية، في آية أخرى نفى عنه الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق. أما هداية الدلالة والشهادة فهو عليه الصلاة والسلام يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم دلالة وإرشاد، وكذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. أما هداية التوفيق لا أملكها إلا الله. هل هو هدى أو جاء ومع الهدى؟ قلنا صح الجمع بينهم، بالهدى ودين الحق. الدين هنا قلنا الدين إما أن يطلق، نعم على الجزاء أو على العمل. إن الدين عند الله الإسلام العمل، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. الحق ضد الحق الباطل، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهو حق ليظهره. اللام هنا للتعليل، والهاء تعود على من؟ على الدين أو على الرسول؟ على الدين والرسول عليه الصلاة والسلام، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، أي أن الله سبحانه وتعالى شهد على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة قولية وتقريرية. ثم نعم قال وأشهد، أشهد قلنا نعم، أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي وأتيان بالشروط الثمانية، شروط لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبتا عباد الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد رسول. قلنا لابد أن نجمع في وصفنا للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة. عبد قلنا رد على طائفتين، على أهل البدع، على أهل البدع وعلى، لأنه عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. والثاني وعلى الذين يعبدونه، على الذين يصرفون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في الأصول الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بأقرأ وأرسل بمدثر، وذكرنا مقتضى شهادة أن محمد عبد رسول، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه، الصلاة من الله، فيها أقوال العلماء من أحسن ما قيل في الصلاة من الله، ثناءه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه بالصلاة قلنا جلب خيرات، وبالسلامة دفع الآفات. فنجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين التخلي والتحلي، وهذا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لأنه لا يقال السلام على الله. صلى الله عليه وعلى آله، الآل هنا يرد به الأتباع على دين، على دينه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، من أتباع الذين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أعزائي. أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد فأقول نعم. من يكمل لنا؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما بعد، فهذا اعتقاد الكفر. فهذا اختلف العلماء كيف يقول هذا والكتاب لم يكتب. هذا اسم إشارة يشير إلى ماذا؟ إلى شيء غير موجود. هو عندما كتب المقدمة الكتاب موجود؟ لا. فلماذا يقول هذا هو غير موجود؟ يعني هذا الذي تركب هنا في ذهن شيخ الإسلام كأنه يشير إلى ما تركب في ذهنه. هذا قول. القول الثاني أنه كتب الكتاب ثم بعد هذا كتب المقدمة وقال هذا الذي كتب. أو هذا باعتبار حال القارئ، لأنه هو يؤلف لك أصلا. نعم. طيب، فهذا اعتقاد. اعتقاد أن تعقد عقد مع الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تعقد عقد مع الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا اعتقاد. اعتقاد من؟ اعتقاد الفرقة. الفرقة أي الطائفة الناجية من ماذا؟ ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منها. ناجية في الدنيا من البدع والخرافات، وناجية في الآخرة من العذاب. والفرقة هي الطائفة. الطائفة قد تكون هذه الطائفة في زمن قليلة وفي زمن كثيرة، لكن باعتبار الفرق الضالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالعبرة والضابط ليس بالقلة والكثرة، لكن بما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. اعتقاد المنصورة. من ينصرها؟ ينصرها الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. واحدة. المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث، أي إلى قيام الساعة ما ورد في الحديث، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني إلى قرب قيام الساعة. ثم قال: أهل السنة. لماذا سموا بهذا الاسم بأهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. والجماعة أي اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة لابد فيه من عمل السنة. قلنا أهل السنة نسبوا إلى السنة لأنهم تمسكوا بها ظاهرا وباطنا، والجماعة اجتمعوا ولم يتفرقوا. نعم. وهو الإيمان. الإيمان لغة الإقرار والتصديق. وشرعا لابد في تعريف الإيمان أن نذكر أمور خمسة، ولو اختل
شيء من هذه الأمور الخمسة هذا ليس من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، أي عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أركان الإيمان ستة. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك الإيمان بوجود الله. سيأتي ويقول ومن الإيمان بالله من هذه تبعيضية. ذكرنا هنا في الإيمان بالله كم شيء، أشياء أربعة، منها توحيد الأسماء والصفات، فهو سوف يأتي بهذا التوحيد بعد أن يذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم. نؤمن بأنهم عالم غيبي لا نراهم، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة أجمالا وبما علمنا الله من أسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم مثلا، وأعمالهم جبريل موكل بالوحي عليه السلام، ملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بها إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يتضمن كل ما يكون بعد الموت، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالقضاء والقدر كذلك يأتينا إن شاء الله تعالى أن له مراتب أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. يبقى معنا أن الإيمان بالله ذكرنا يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله إجمالا، أي الأدلة إجمالا على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وهذا تقدم معنا ولله الحمد في شرح الأصول الثلاثة وكذلك في كتاب التوحيد. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف من هذه التبعيضية، من الإيمان بالله لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، وهو أراد في هذا الموضع أن يبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فالآن بدأ بصلب الموضوع. نعم. ومن الإيمان بالله
وما زلنا في المقدمة. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذنا فيما تقدم تعريف توحيد الأسماء والصفات. قلنا مجرد تقول توحيد قل إفراد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه، أي في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الأسماء والصفات توقيفية، أي يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز القرآن ولا الحديث كما ورد هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وذلك بماذا؟ بإثبات ما أثبت النفس. إذا لابد من الإثبات والتنزيه، والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بذلك، وذلك بإثبات ما أثبت النفس ونفي ما نفى عن نفسه، أي في الكتاب والسنة، ونفي ما نفى عن نفسه. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟ طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. يعني نفي وإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. يعني تقول مثلا على ما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، ننفيها عن الله كما نفى عن نفسه ونثبت كمال الضد. نقول أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ونثبت كمال الضد. نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف هو الانحراف، أي الميل في باب أسماء والصفات عما يجب فيها. يجب فيها ماذا؟ إثبات وتنزيه، وأن المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. فالتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي، إما تحريف في الألفاظ أو في المعاني. تحريف إما في اللفظ أو في المعنى. تحريف لفظي هذا في الغالب لا يقع إلا من جهل، كما حرف البعض قول الله تعالى وكلم الله بنصب لفظ الجلالة وجعل الذي تكلم موسى عليه الصلاة والسلام. ورد عليهم بعض العلماء قال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، هذا تحريف لفظي. تحريف في المعنى يقول استوى بمعنى استولى. طيب، وسيأتي بإذن الله تعالى الرد على من يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أن هذا لم يرد في اللغة ومخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى. من غير تحريف ولا تعطيل. لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أولا لأن هذا الذي جاء في القرآن، يحرفون الكلم عن مواضعه. الثاني أنه هذا أقرب للعدل، اعدلوا، وأقرب للتقوى. ولأن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم الأمر الرابع أنه هذا أبلغ في التنفير عن هذا الأمر وهو التحريف. لماذا؟ لأنك لو قلت لي فلان من الناس أنت محرف يغضب ويرتدع، ولو تقول له أنت مؤول يفرح. نعم،
لأن التأويل يأتي بمعنى تفسير، تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلية والترك، وبئر معطلة أي مخلاة متروكة. التعطيل أي تعطيل الأسماء والصفات، وهو إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. التعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة، والتعطيل الكلي كتعطيل الجهمية. وبهذا تعلم أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم ينكرون كل الصفات ويثبتون سبع صفات فقط، فليسوا من أهل السنة والجماعة. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، التكييف يسأل عنه بكيف، كما قال الرحمن عرش استوى، قال كيف استوى، هذا السؤال عن الكيفية. فالتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا. هذا الأخ الآن يعني نريد تفهم معنى التكييف. هذا الأخ اشترى سيارة، اشترى سيارة، فهذا يقول كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، أي كيفية السيارة. فهذا أخبر عن كيفية السيارة، يقول السيارة لها أبواب أربعة وكذا وكذا وكذا. هذا تكييف بماذا؟ باللسان. أو يرسم هذه السيارة على ورقة، هذا تكييف بالبناء. أو يقدر شكل لهذه السيارة في قلبه. هذه الأمور الثلاثة ما يمكن أن تكون في صفات الله. لماذا؟ لا نستطيع أن نكيف صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا لم نرى الله. كيف تدرك الكيفية؟ قال تدرك الكيفية إما بالمشاهدة، أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل، أو بخبر الصادق. ونحن لم نرى الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن الكيفية. هل معنى هذا أننا ننكر الكيفية؟ لا، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. ولهذا لو قال قائل مذهب أهل السنة والجماعة التفويض، نقول هذا الكلام باطل. مذهب أهل السنة والجماعة تفويض العلم بالكيفية، وإلا فأهل السنة والجماعة يثبتون لله كيفية الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. كما في ما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة، نسأل الله من فضله. الآن في الجنة نخل وزيتون ورمان، هل تعلم كيفية هذا النخل والزيتون والرمان؟ لا، تقول له كيفية، لكن كيفية لا نعلمها. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ قال لأن هذا الذي ورد في القرآن ليس كمثل شيء. الثاني أن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر يشتبهان فيه، حتى وإن كان في الاسم. تقول رأس المال ورأس الإبل ورأس الوادي أو الجبل، رأس ورأس ورأس، لكنها تختلف بحسب ما تضاف إليه. من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. قلنا تمثيل الذي جاء في القرآن، وهذا أن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر يشتركان فيه. الثالث أن المخالفين لأهل السنة يرمون أهل السنة بماذا؟ بأنهم مشبهة وشكاكة ونواصب وغثاء ووهابية وغير هذا.
يلقب أهل السنة بألقاب حتى ينفر الناس عنهم. من يعيد لي ما أخذنا الآن يعني في القسم الثاني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن صفات الله عز وجل توقيفية، أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى أن الأسماء والصفات توقيفية؟ لا خلفك هنا. نعم. يتوقف فيها لا اجتهاد ولا عقل، ولا بد من الرجوع في إثبات الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة الصحيحة. وعلى ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تجاوز القرآن والحديث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، غير هذا. نعم. أخذنا ما يتعلق بتعريف الإيمان لغة وشرعا وشرح أركان الإيمان الستة وغيره. نعم. فهذا إما، نعم، هذا إشارة إلى ما في ذهن المؤلف لأن الكتاب تركب في ذهنه، أو هذا باعتبار حال القارئ، أو هذا أنه كتب الكتاب ثم بعد هذا كتب المقدمة، فتح الله عليك، غيره. نعم. خليك جالس. ذكرنا أن التحريف ينقسم إلى قسم لفظي ومعنوي. تحريف في اللفظ وهذا لا يقع من جاهل، وتحريف في المعنى. طيب، ولماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ بأمور. هذا الذي جاء في القرآن وأقرب للعدل والتنفير من هذا الفعل، وأن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم. التعطيل التخلي والترك، وإما تعطيل كلي أو جزئي، وبهذا نعلم أن الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. أهل السنة. من هم أهل السنة؟ الجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا واجتمعوا عليه ولم يتفرقوا. أن الاعتقاد معناه عقد بينك. نعم. فأنت الآن عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله، تكون كالناذر. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ناذر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتعقد عقد مع الله سبحانه وتعالى بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وغير هذا. نعم. الفرقة أي أنهم طائف وناجية في الدنيا وفي الآخر، منصورة ينصرهم الله إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. نعم. أقسام التكييف. نعم. قلنا التكييف يكون إما بالقلب أو باللسان أو بالبنان، وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، لا يمكن أن تدرك الكيفية أصلا. لماذا؟ لأن الكيفية تدرك إما بالمشاهدة أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل، أو بخبر الصادق. وقلنا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل، إذا هذا قول على الله بلا علم. طيب، الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. بعد العصر إن شاء الله تعالى تحضروا لنا، يعني كل واحد منكم يحضر لنا آيات في إثبات صفة أو اسم من أسماء الله. مثال الآيات في إثبات صفة المجيء والإتيان التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى تحفظها، الآيات في إثبات مثلا صفة العلم الرحمة، وهكذا. كل واحد منكم يحفظ آيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في
إثبات صفة أو اسم من أسماء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بالنسبة للذين لم يدرسوا كتاب التوحيد، لا إشكال أن يحضروا معنا، لكن بشرط أن يتابعوا الدروس، إما عبر الأقراص أو عبر الموقع أو عبر المدارسة مع الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.